واسم الإشارة أولئك إذا دخلت عليه هاء التنبيه يكون هؤلاء، وهؤلاء تقرب اسم الإشارة، فإذا قيل هؤلاء معنى ذلك إشارة للقريب، وإذا اتصل بكاف الخطاب يفيد البعد، فهؤلاء للقريب وأولئك للبعيد. وهنا بعد معنوي، لأن الأصل في الإشارة أن يشار إلى شيء محسوس مشاهد، ولكن مجازا يمكن أن يستعمل في المعنويات، أن مقام هؤلاء المهتدين المتقين الموصوفين بهذه الأوصاف المارة يعني كأنهم مشاهدون وأنهم قريبون، كأنهم أشخاص تكلمهم وتشاهدهم أمامك. فإذا فهم بعدهم بعد معنوي، هؤلاء الذين تشاهدهم قدرهم كبير ومنزلتهم سامية ومقامهم عال عند الله سبحانه وتعالى.